صباح فل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام الترسانه الساعه 8 بالليل على ملعبنا هنا الاهلي والسلام في دور ال 16 لمسابقه كاس مصر. وبنفكركم بالاستوديو التحليلي هيكون على قناتنا قبل المباراه بساعتين مع كابتن ايمن شوقي وضيوف الاستوديو. يلا بينا. لو جينا نتكلم عن الترسانة طبعا لازم نذكر الجيل الذهبي بقيادة الله يرحمه الكابتن حسن الشاذلي واللي ربنا يديله الصحة كابتن مصطفى رياض. فرقة الترسانة كان عندها جيل ذهبي قدر ان هو يفوز ببطولة الدوري سنة 62-63 لما قدروا ان هم يحققوا اللقب على حساب كل كبار الكرة المصرية وقتها. جيل الذهبي دوت يكفي ان احنا لو هنتكلم على مصطفى رياض وحسن الشاذلي لازم تعرف ان في الفتره من 61 ل 66 هداف الدوري ما كانش بيخرج بين واحد من الاثنين دول. كمان عايز اقول لك ان كابتن حسن الشاذلي هو الهداف التاريخي لمسابقه الدوري عبر التاريخ، ومعاه كمان كابتن مصطفى رياض هو صاحب المركز الرابع، والاثنين لا لاعب فيهم حد الاهلي ولا زمالك. كل الانجازات دي وهم مع الترسانه. كابتن مصطفى رياض ربنا يديله الصحه كمان عامل انجاز دولي ما حدش غيره قدر يحققه. هو اللاعب الوحيد في العالم اللي قدر يسجل 6 اهداف في مباراه واحده في الاولمبياد، لما سجل 6 اهداف في الماتش اللي خلص 10-0 على كوريا الجنوبيه في اولمبياد طوكيو 64. بعد اعتزال الجيل الذهبي فرقه الترسانه بدات تتراجع تدريجيا، لكنها كانت بتقدم مواهب باستمرار، ابرزهم طبعا كابتن محمد ابو تريكه احد نجوم فريقنا عبر التاريخ. الفريق اللي بيعاني دلوقتي في دوري القسم الثاني وعلى وشك الهبوط لدوري الدرجه الثالثه بيقدم اداء كويس جدا في مسابقه الكاس بقياده كابتن شاكر عبد الفتاح. الفريق قدر ان هو في الدور التمهيدي الاول يكسب 6 اكتوبر وبعد كده المريخ وبعد كده كمان الاولمبي، وفجر واحده من اكبر مفاجات بطوله الكاس في دور ال 32 لما اقصى انبي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الاصلي من المباراه. وبنتمنى بقى مفاجاته تخلص لحد هنا ونخرجهم من البطوله في دور ال 16. نروح بقى لفريقنا اللي بيدخل ماتش النهارده بغيابات وازمات كالعاده تعودنا عليها طبعا في الفتره الاخيره. رامي ربيعه انضم للمستشفى وهيغيب 6 اسابيع بعد الاصابه اللي اتعرض ليها في ماتش طنطا الاخير، وكمان عمرو السوليه هيغيب وايمن اشرف للايقاف، ده غير علي معلول الغايب لحصوله على اجازه، وفي كمان شكوك حوالين مشاركه وليد سليمان اللي غاب عن ماتش طنطا برده لضمان يعني ان الاصابه بتاعته البسيطه دي ما تتفاقمش. طبعا ده غير المستشفى اللي عندنا اللي فيها محمد محمود ومحمود متولي وسعد سمير وكريم ندفد ومش فاكر مين تاني، يعني ربنا يرجعهم لنا كلهم بالسلامه قريب ان شاء الله. بنفكركم ان فريقنا وصل لدور 16 بعد ما اتغلب على بني سويف في دور ال 32 بنتيجه 3-1، الكلام ده كان من سنه تقريبا وتحديدا في ديسمبر اللي فات. فريقنا بيدخل ماتش النهارده منطقي ان احنا هنشوف تعديلات في التشكيل وحاجات كتير متغيره، خاصه ان مثلا عندك خط الظهر تقريبا بالكامل هيكون غايب، فممكن نشوف حاجه زي مثلا فتحي او هاني او حمدي فتحي بيلعب قلب دفاع جنب ياسر ابراهيم الوحيد اللي جاهز في الحته دي، ده غير مثلا في نص الملعب ممكن نشوف حسين الشحات بيبدا اساسي لاول مره النهارده عشان نجهزه بقى الماتش الوداد اللي جاي الصعب، خاصه ان احنا عندنا ضغط ماتشات كبير في الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه كمان، ده غير ان احنا كمان ممكن نشوف حد جديد من اللعيبه الشباب يبدا اساسي في ماتش النهارده ويكون ورقه بقى نقدر نستخدمها في الفتره اللي جايه. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون خطوه جديده في طريق الثلاثيه اللي ممكن نتوج بيها السنه دي بعد ما كسبنا مسابقه الدوري ودلوقتي في دور 16 في كاس مصر، وان شاء الله لسه قدامنا نص نهائي دوري ابطال افريقيا اللي ربنا يكرمنا بقى ونقدر نكسب الثلاثيه لاول مره من 2006. طبعا احنا بندخل ماتش النهارده بافضليه تاريخيه على نادي الترسانه، ويكفي ان احنا حققنا نتائج كبيره جدا قدام الترسانه، ابرزها طبعا 7-2 في الدوري سنه 57 وكمان بنتيجه 7-1 في دوري القاهره سنه 36، ده غير ان احنا قدرنا نكسب الترسانه سداسيات 7 مرات اخرها كانت في الدوري سنه 2000، وفي اخر مواجهه جمعتنا مع الترسانه كانت في كاس مصر 2018 لما كسبنا 3-2 بجول قاتل من احمد الشيخ. وبنتمنى بقى ان شاء الله التوفيق يفضل حليفنا في ماتش النهارده ويفضل التفوق بتاعنا على الترسانه يكمل النهارده ان شاء الله،
ونشوفكم يوم الحد بقى ان شاء الله قبل ماتش المقاولين، ويلا يا اهلي.